الخير عليكم، معاك كوتش منير. النهارده هنتمرن تمرينات اللي احنا مكملين مع بعض فيها، مجموعات عضليه كبيره عشان درجه الحراره الساقعه دي. هنتمرن النهارده على عضلات الشيست او الصدر مع البطن. طبعا هنبدا بحاجات بسيطه، الشيست لوحده خالص، وبعد كده البطن، وبعد كده نعمل تمرين مركب الاثنين مع بعض. يلا هنعمل دول مع بعض 10 عدات بس. نمسك ازازه ميه، دمبل صغير، اي ويتس بسيط في البيت. هنام على ظهري باصص لفوق، كل هعمله هفرد 1 وانزل تحت 2، المس الارض مفيش مشكله 3 4، النفس وانا طالع 8 9 10. ممكن ما اسيبش الدمبلز، كل اللي هعمله هطلع اعمل عده كرانش 1 2 3 4 5. ممكن افرد ايدي مفيش مشكله 6 7 8 9 10. كويس جدا. هنعمل بقى ميكس تمارينات مركبه، هنعمل عده من تمرين الشست ومعاها على طول عده من البطن. همسك الدمبلز وانام تاني. هنا ستارت البوزيشن، ابدا التمرينه 1 2 1 2. كويس جدا 1 2 احسن جود 5 6. لو حد تعب معلش نكمل 8. كويس 9 10. كويس جدا. احنا صعدنا التمرين شويه، دلوقتي هنعمل تمرين جديد. هقف كده وضع البلانك، كل اللي هعمله هعمل عدة بوش اب بسيطة قوي 1 واسحب ركبتي عليا، اعيدها تاني ولو 5 مرات 2 3 4 5. كويسين جدا ان احنا عملنا 5 عدات دولت. نكرر الكلام دوت يا جماعه يا ريت مرتين في 10، التمرين الاولاني والتمرين الثاني كده. احنا خلصنا، اشوفكم بكره ان شاء الله.